I've had a fantastic time. حظيت بوقت رائع. أتيت مع وكيل أعمالي وزوجتي وزوجته وقضينا بعض الأوقات الرائعة وقضيت وقتا على شاطئ البحر كما ترون من لون تشيلسي. أنفقت مالا على بعض اللاعبين الجدد وبدأوا بأفضل ما يمكن في هذا الموسم. تويتر وفيسبوك هي مواقع التواصل الاجتماعي وأعتقد أن اللاعبين يجب أن يكونوا مسؤولين عما يقولونه على هذه الشبكات. نحن نتحدث مع الإعلام وهذه وسائل إعلامية في النهاية وبالتالي علينا دواخي الحذر. وأنا في دبي تعرفت على أحد الأسباب التي جعلتني أصبح لاعب كرة قدم. التقيت بمارادونا وكان في مطعم وهناك التقيته. كنت أشاهد مباراة لعبها أمام بريطانيا فريق إنجلترا ومنذ تلك اللحظة وقعت في غرام كرة القدم. لم يكن جيدا. التوقعات من الفريق الوطني تكون عالية جدا وبصراحة منذ عام 66 لم ننجح في أي مباراة. وعندما نطلع على الأوراق وعلى الأسماء الموجودة في الفريق على مدى السنوات العشر الأخيرة كانوا من أفضل اللاعبين في أوروبا وفي العالم لكننا لم نتوافق معا كفريق كمنتخب وبالتالي تم تغيير مدير الفريق عدة مرات. هذا الأمر يعود إلى مدير الفريق وكلما كان أليكس فيرغسون هو الذي سيسعد. أنا الآن ألعب مع مانشستر يونايتد وهذا الأهم بالنسبة لي. البعض يحبون أن يقومون بذلك بالحديث فقط والبعض يحبون أن يثبتوا ذلك باللعب. غاري كيل لاعب جيد ولكنه ليس في فريق تشيلسي. من الصعب عليه أن يلعب مع المنتخب إن لم يكن يلعب مع فريق إنجلترا. لديها كيهل لسكوت وفيل جونز وغيرهم كثيرين من اللاعبين والمدراء مدير الفريق هو الذي سيختار